أيضا كان لنا لقاء على هامش هذه الزيارة مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. والحقيقة هذا المحافظ يعني سنوات طويلة في شمال سيناء، وكل ما يغير مثلا الشغل ويروح مكان آخر يعود مرة أخرى إلى شمال سيناء، فمجهود كبير لمحافظة شمال سيناء. نسمع يعني تصريحاته اللي خدناها عقب الزيارة. مش ممكن نيجي محافظة شمال سيناء دون أن نلتقي بسيادة المحافظ، خاصة أنه يعني عشرة طويلة مع أهل شمال سيناء. والحقيقة أنه هذه المرة في زيارتي، أنا جيت شمال سيناء كتير، لكن هذه المرة في هذه الزيارة في تطور كتير كبير، في طفرة كبيرة ابتدينا نسمع أمل من الناس، من المشايخ، من المواطنين العاديين، جهد كبير للدولة، وأيضا نسمع هذا الجهد من السيد محافظ شمال سيناء. هذه المحبة بصراحة أنا لازم أقول لك شكرا على المحبة، شكرا على التقدير اللي احنا شفناه من أهالي شمال سيناء. وقول لي إيه اللي مختلف؟ يعني أنا جيت هنا مرات كثيرة، استقبلت المشايخ مرات كثيرة، هناك شيء ما مختلف في شمال سيناء هذه المرة؟ الشيء المختلف إن الناس اتعلمت درس كبير جدا، اتعلمت كمان اكتر. هو كان هذا العشق بين المواطن وارضه كان قائم، ولكن التجربه اللي خاضتها رفح والشيخ زويد ومحافظه شمال سيناء كلها في ايام الارهاب خلتهم يزيدوا تمسكهم ويزيد رغبته في ارضه ان هو يزرعها ويحافظ عليها، وبقت المحافظه كلها انا بعتبرها اسره واحده، اسره واحده، سواء الأسرة دي على مستوى المحافظة أو على مستوى المدينة أو على مستوى القبيلة. يعني أصبحنا بنعيش حياة كلها حب بين الناس وبعضها. كل ما كنت باجي أو حتى أستقبل الشيوخ كنت دايما بسمع مشكلات، وأكيد جزء كبير من هذه المشكلات ما زال قائما، ولكن لأول مرة بقول لك أن أنا بسمع أمل وبسمع ثقة وبسمع، صحيح في مطالبات، ولكن أشعر فعلا أيضا بتغير في صوت الناس. يكفي أنا هقول لك، والناس حوالين مننا وسامعين الكلام بتاعي اللي أنا بقوله وهيحكوا، وطبعا هم عارفين إن أنا بتكلم بصدق كامل. اللي إحنا عملناه هنا حتى في مدينة الشيخ زويد اللي حضرتك واقفة فيها، من تطوير لشبكة طرق ما تلاقيهاش في أي محافظة في محافظات جمهورية مصر العربية كلها. إحنا العريش فيها شبكة طرق، ودي كان بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لما كانت بدأ في شبكة الطرق في القاهرة، وأنا بدرت وطلبت منه فورا، قال لي أنا مصدق على الطرق بتاعة عاصمة العريش، وكمل لنا بقى الطرق كلها اللي هي موجودة اللي احنا عايشين فيها. طرق طبعا دي كلها سهلت على المواطن، واصبح المواطن بيحس براحه في الانتقال. شفت ايضا المساكن، هناك مجمعات مساكن كبيره. طبعا احنا مدينه رفح الجديده مساكنها جاهزه، وجاهزه ان شاء الله هتتسكن خلال ايام او يعني شهر او خلافه هتتسكن مدينه رفح الجديده. مدينه كل اللي يشوفها يقول احنا حاسين ان احنا في كومباوند. فعلا مدينة جميلة، وإن شاء الله أهل رفح يرجعوا ويعيشوا في أماكنهم ويسعدوا، ونقدر نقول إن إحنا عوضناهم عن جزء من الألم اللي سببه الإرهاب. تحية لكل أهل شمال سيناء على كل المجهود اللي هم عملوه، على مواجهتهم للإرهاب، على أنهم دفعوا ثمن غالي جدا كي تبقى هذه الأرض مصرية مع القوات المسلحة طبعا والشرطة. تحية للسيد محافظ شمال سيناء، ويمكن نتقابل مرة تانية في حوار أطول. أنا سعيدة جدا بالناس، بشكركم، بحييكم، شكرا لاستقبالكم لينا، شكرا جزيلا.